كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زها 100 مصنف فكتر تاقي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذقيون بحريش انتموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقيل مجلس 26 من مجالس علم الأصول في شرح جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي رحمه الله المتوفى سنة 771 للهجرة درسني عدان نهضرت في الاشتقاق نهضرت في النحت نهضرت في الترادف في اللغة العربية وغيرها من المسائل بل حتى في اللغات المختلفة السقي مرض ربي سبحانه نغال مرة أخرى يغال المصنف إلى موضوع المشترك إذ مثلا ذي اللغة العربية أولا ثلاث أقدار مازال غير الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال أقلاغ ذي الكتاب الأول اللي هو في الكتاب ومباحث الأقوال ندب لي إزمر ذي لي لفظ خاص إزمر ذي لي لفظ عام إزمر ذي لي لفظ مطلق إزمر ذي لفظ مقيد إزمر ذي لفظ مشترك اللفظ المشترك أماكن دلنا هو اتحاد في اللفظ وتعدد في المعنى لماذا؟ لأن الأفكار والمعاني أكثر من الألفاظ والمباني ثيشتيوين نغ المعاني اشترنت أطاس أكثر من الألفاظ لذلك إلا الاشتقاق ما كنا نهضر درسني عدان لذلك يساد حتى اللفظ هذا اللفظيون ولكن المعاني تسجل نفكاد الأمثلة مثلا مدنا كلمة العين إما كلمة العين المقصود بها الحرف ألف باء تاء مدنا عين حرف إما العين الباصرة أو المبصرة مدينة العين فيط فيط توالين نغدي نض العين الجارية ذي العنصر يعني منبع الماء شرعة الماء مصدر الماء مدينة العين استعرفك نروح للعين كون قرص العنصر نقرص تالا أكني نجيب الماء من العين المقصود ذي العنصر نغثالة حسب المعاني والعرف له دور كبير في تحديد المعنى ثعرفيف الساعة غزر ذا مقران يمد تساك المعنى لذلك زمرنا في أول ذيون ولكن سقم بضيق غروايض سي ثمنات غرثايض يتمخلف المعنى أما كادينظ العين معنى الجاسوس تقول مثلا فلان له عيون تراقبه نغتحرسه إذن إيون بوال ولكن المعاني أتصقل يغالد المصنف إناد يعني تاج الدين السبكي إناد مسألة المشترك واقع إفكا يغيد سبع المذاهب سبع آراء سبع أقوال القول الأول أو المذهب الأول إناد المشترك واقع ذاك المصنف صدر هذه المسألة بهذا المذهب ترجيحا له يعني تاج الدين السبكي رجح هذا الرأي إزوار ذيكس المعنى يسر غورس أذواقي
إقصحان، المشترك واقع. مادام المشترك واقع أتصور غير القرآن غير السنة أتفضل الفضاقي من بعد مثل توفيض الأصوليون مرا روحنا نستنبطن الأحكام خطرق لا في مادة علم الأصول يستنبطون الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية في الكتاب والسنة حتما سيختلفون في استنباط الأحكام الشرعية وفي بيان دلالاتها ومعانيها من خلال الرجوع إلى الأدلة التفصيلية عند وجود اللفظ المشترك. وقد ذكرنا ذلك مثالا من باب التذكير، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قلنا أن كلمة القرء في اللغة العربية في أصلها اللغوي تحتمل معنى الطهر ومعنى الحيض، لذلك اختلف الفقهاء. نجد الحنفية أو الأحناف والحنابلة يرون بأن معنى القرء هو معنى الحيض، أما المالكية والشافعية يرون بأن معنى القرء هو الطهر. يعني أي مخالف الفقهاء اختلفوا، لابد أن يختلفوا. أي غير مخالف خطر أولاقي يسعى أكثر من معنى، اتفقنا. لذلك المصنف بدأ بالمذهب الأول ترجيحا له، إن هذا المشترك واقع. إلا الرأي الثاني ند خلافا لثعلب. ثعلبكي ند هو إمام الكوفيين، إمام في اللغة، إمام في الفقه، يعني من كبار العلماء. والأبهري أيضا وجي أيضا فضلا عن تخصصه في اللغة العربية مختص أيضا في الفلسفة، وقد توفي سنة 363 للهجرة. أما ثعلب ذكرنا يعني ترجمته فيما سبق. والبلخي مطلقا، شو المعنى يس؟ معنى دقار مدينة مطلقا. كلمة مطلقا معنى تفيد نفي الاشتراك في اللغة وفي القرآن وفي السنة. نتسيند كان ينبوال صافي لقلنا دلد سبع مذاهب سبع أراء. الرأي الأول أن الاشتراك واقع، إلا ذي اللغة أماكن، إلا مدام إلا ذي اللغة أذير ذي القرآن وأذير ذي السنة، نمسفهم ثورة. يمكن من خدم القياس غير اللغات غير قفايليف مثلا، لكن يقصرون مثلا تريتمون. مثلا ذا شو المعنى تريتمون؟ شو تفهم من كلمة تريتمون؟ في ميدان طب أخيني الفني في كاس طيب تأن تريتمون المعنى يصدق ذا ذري من ضبي وجرى هذا أول ذيون. بارك الله فيك. ذقوامان ذقوين يعني ذقوامان معناه تريتي، يعني معناه تسدي تطهير الماء. صفي أوليون أشحال معاني إقلان ذي قبائلي ثني غام دولي باش كان تساوي ضخيري مسلاين باش كان نركز نرسخ المعلومات لي غام دما دين يفقع يون بوال حمي مخلف ونزميرا لا غديريني ولاش الخلاف ونزميرا لا ذاكي اشو يفقع يزعف اي في زوزو يوكذ اي غير مخلف اول ذيون. لذلك المصنف يمدنا المشترك واقع إفراد ترجيحا لهذا الرأي. يساد الرأي الثاني دينان لا إناد باللي وقي لا يقع مطلقا ولا شيث مطلقا. كلمة مطلقا تنصرف ثلاثة أمور، أي لا يقع الاشتراك لا في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة مطلقا. وقيد الرأي والسين مذهب الثاني. إلا الرأي الثالث إناد ولقوم في القرآن. شو المعنى يس؟ المعنى يس
القرآن الكريم وتستفضر الألفاظ المشتركة. هذا هو رأي يقارن، لأن القرآن أصلا جاء، ركزوا معايا، جاء للإفهام لا للإبهام. القرآن واضح، لو كان دينيض المشترك ذي القرآن المشترك دائما ليس الإبهام، الفلو أذيلي مغالا الفلان يفقع في اللاس وكذا يفقع، حفظ حفظ السين شو أشو تقصد يفقع في اللاس؟ يفقع يزعف نغي يرفان صافي، ما المشترك معناها يقارن القوم. يعني الرأي الثالث، القرآن لا يقع فيه المشترك، ما انتهى كل كلمة ذي القرآن سعيون المعنى، إذن مفهوم لا وجود للألفاظ المشتركة في القرآن، لأن القرآن ألفاظه للإفهام لا للإبهام، لأن الاشتراك يقع فيه الغموض والإبهام حتما. وقذ رأي خناهم في مباحث لغوية، ولكن عندها علاقة بالقرآن صفي إلق أنصفر في اللسط. المذهب أربعة ذا شدينا وقيل والحديث، أشي المعنى إيس وقيل والحديث؟ الواو معنى تفيد العطف، المعنى إيس لا يقع الاشتراك لا في القرآن ولا في الحديث. صافي وجد رأي أربعة، الرأي الأول يقع مطلقا واقع المشترك واقع، الرأي الثاني إنه لا يقع الاشتراك مطلقا ولا شيثاك لا في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة، الرأي الثالث يقع في اللغة ولا يقع في القرآن للقرآن للإفهام للإبهام، الرأي الرابع يناد لا يقع الاشتراك لا في القرآن ولا في الحديث ولكنه يقع في اللغة. وقد رأي أربعة، الرأي الخامس المذهب الخامس يناد وقيل واجب الوقوع، ما ماشي كان ممكن، واجب الوقوع. لماذا؟ لأن الألفاظ أقل من المعاني كما قلنا، لذلك لا بد أن يقع هذا الاشتراك واجب إلى قليلي، لأن الألفاظ لا تستوعب جميع المعاني التي يحتاج إليها الناس. ونزميرا لا يمسلين كوين ساعة، يعني أغد هضرا يكر في المعاني قلان، أما ذقوالاغا أما ذي ثذر ثنغياك خطر نحو جيثنت ذي تجارة ذي ثفلاح ذي مكلش إلى آخره. صافي وكذاكي الرأي الخامس ناد وقيل واجب الوقوع، الرأي السادس وقيل ممتنع، يعني عكس السادس عكس الخامس تماما، وقيل ممتنع. وقال الإمام، طبعا مرديني وقال الإمام المقصود هنا الرازي بارك الله فيكم، ما يناد الإمام المقصود بذلك الرازي، إما يناد الشيخ الإمام والده يعني تقي الدين، تقي الدين السبكي. وقال الإمام ذا شدينا ممتنع بين النقيضين فقط، أدقر الاشتراك يقع يعني ممتنع لا يمكن أن يقع بين النقيضين كالوجود والعدم، كالوجود والعدم، كالوجود والانتفاء، بين النقيضين بين المتقابلين بين المتضادين، إذن فالاشتراك لا يقع بين المتقابلات ولا بين المتضادات ولا بين المتناقضات، لا يمكن أن يقع عقليا. يسعى الحق الشيخ الإمام فكذلك ما يتعلق بالمشترك. يكمل عشوغ ديننا مسألة، مسألة جديدة ولكنها علاقة بالمسألة السابقة، مسألة المشترك يصح إطلاقه. ذي موضوع الإطلاق، الإطلاق من المتكلم من السامع،
إلا وين غادي يهضر إلا وين راه يسلم. لو كان ديني مثلا أو دفتي مثال ربي سبحانه ويناد ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر إلى آخر سورة الحج الآية 18 والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. الآية سورة الحج الآية 18 ربي يناد ألم ترى يعني ألم تعلم باللي يكوين يخدي خلق ربي يسجدون لله معناه جميع الكائنات سجدني ربي سبحانه. أما ذي بنادم الإنسان أما ذي الملائكة أما ذي الجن أما ذي جنوان أما ذي القاعة أما ذي طيج ذي قور إثرام إذرار البهائم الحيوان كلهم يسجدون. المتكلم هنا هو الله ربي غادي يهضر. هل كان خطر كلمة يسجدوا لفظ مشترك السجود لفظ المشترك نغلا السجود كلمة سجادة ذي اللغة العربية في حقيقة اللغوية معناه وضع الجبهة على الأرض لكل ثورة ذي الظالث ما يسرسيون قرص القاعة وقيم قال السجود نغلا الركوع شن فرق الركوع والسجود القيام الركوع والسجود صافي المصطلحات نكونين فهميت انت فهم معنى السجود ايه ولكن فهمي زيغ الآية تفضل سؤال لكم يعني شو تفهم سي الآية قوي دغري غاكثو الآية 18 من سورة الحج تفضل كيف هي السجود بالنسبة للجنيات أخرى فهم نفي ونزرى ألم ترى أن الله حوله ما في السماوات والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه التسبيح والصلاة التسبيح نقول ما دين التسبيح دين سبحان الله والحمد لله خاكنا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ما لكن السبيح دين سبحان الله نمس فهم كيف يسبح الحجر يظهر أزرون الطجرة يهنوان يثران تسبيحن ياكل الكيفية سمخلف صح صافي ديجا كلمة السجود أجين التسبيح الصلاة أولا سمخلف ذي الكيفية لمانير سمخلف زيد سمخلف أيضا حتى ذي المعنى خطر مدينة سجادة سجادة معنى وضع الجبهة على الأرض أكيد نسندي اللغة العربية أتروح ظل اللسان العرب نغا كل معاجم اللغة نغا معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي نغا تروح ظل الجصاص نغا تروح ظل ابن جيني صاحب الخصائص روح ندث بغير التفضحيني سجادة المعنيس وضع الجبهة على الأرض. طيب ربي مد يهضر إطلاق لفظ المشترك هل ينصرف المشترك إلى جميع المعاني نغ لا ينصرف إلى جميع المعاني ينصرف فقط إلى هذا المعنى المعروف عندنا اللي هو وضع الجبهة على الأرض الجميع. بارك الله فيكم شفو ثاس كنيثك أدوال الورس إند المصنف المشترك يصح إطلاقه يصح إطلاقه معنى الإطلاق من المتكلم والاستقبال من السامع نكون ثورة من السلام أولا ربي سبحانه في السجود كيف استقبلناه استقبلناه بجميع معانيه كلها بعد شو ذهنا معا مجازا وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة حقيقة لكل المعاني بمعنى الآية قوم السلام ثورة مرد ينظر الإنسان يسجد معنى وضع الجبهة على الأرض والملائكة لا ندري ليس كذلك والجن خطر الجن أيضا للمؤمنين
لا المؤمنين ذي الجن لا ندري انظرارا، ولكن ذا المعنى المشترك، معنى الخضوع والتذلل. وقيد المعنى إلى المعنى، المعنى ينسن كني البشر، المعنى يس وضع الجبهة على الأرض، أليس بعد ما أن يريس القاع وقي السجود عندنا. ولكن ويا أما ما كدرنا السماوات وما في ومن في الأرض وكذا، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، والدواب ولا راه مازقر يسرسق روس القاع في خسين غاط وكذاكي. بعدين وكثير من الناس، وطبعا ذاك سبحان الله ربي سبحانه وكثير من الناس، معنى قليل من الناس لا يسجدون ربي ثندي هذو الا وين حياتي كامل جامي يسجد، مشكله كبيره يعني شي نقري وجامي يسرس القاع. ولكن ذاك الاجناس الاربعه يهضر ربي فلاس ذاك الاجناس الاربعه يهضر في الجماد، الجماد وين يجي في الجماد؟ الجماد ينغ الجماد ذازرو ذاكيال الطجا ذازرو ذواكيال وكذوين ذو الزال ألي شو تلساون نبات الشجر ذا شو الخاصية يسعى الشجر في زرو النمو، يسعى النمو تنفس نعم ألي شويط الجنس الثالث الأرقى حيوان والطير وين يسعى صفة النظم يسعى صفة الإحساس وإن كان الشجر يقال نور نسات يسعى الإحساس ثور العلماء يجيو كل سنة ديال شوال يقال نسات يسعى الإحساس الطجرة ما تقضى الزمورة تشرو ذا شراو ماشي ملي تكنسى عكواز إنك كتحسو وما تسو ضمان وتسل دايما امسلي الهام تسيمور تزيزو ودفك الغله اما الا يوني يكره الطجره ني جات وكذا فكذا البحوث يخدم اهل الاختصاص. والحيوان يسعى صفه الحركه يسعى الصوت الحيوانات سعه الاصوات هذا ياس الانسان كرم ربي سبحانه وربي الناد ولقد كرمنا بني ادم المدينه وفضلناهم على ممن خلقنا تفضيلا ربي فضل هذه هذا البشر على كل بل سخر جميع الاجناس للبشر ازرو يتغوال دميتسيار يثريهن ازرو فينا قبل الرمل غزالنا الطجره كيف كيف يزميت كيف كيف الحيوان ذا زكران شتي ثلاثه ديال سوكرود 12 سنه هيدا الطفاهي دياوي باش هادي مزال نغ سميس البعير يعني الجمل الغم وهكذا كلها مسخرة للإنسان. والإنسان هو بين قوسين هو أرقى الكائنات. إذن السجود هنا كلمة سجادة لفظ مشترك يحتمل أكثر من معنى. المعنى الأول هو وضع الجبهة على الأرض وثقي خاص بالإنسان، ولكن المعنى الثاني الخضوع التذلل ثقي لفظ ينسحب على جميع الكائنات مع جهلنا بالكيفيات صافي لفظ مشترك. نفس الشيء ذاك الإمام الشافعي شو دينا إناد كلمة سجد يجي إناد تنصرف وتطلق على جميع المعاني جميع المعاني، ولكن الجمهور الناند كلمة سجد من الإنسان على الحقيقة من غير الإنسان على المجاز مجازا مفهوم جماعة الغير إلى ذاك إشارة إلى الاشتراك وفي الوقت نفسه إشارة إلى الحقيقة والمجاز. أدنفك مثال آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كلمة الصلاة ذاك الايك ربي يزول في النبي صلى الله عليه وسلم الماء يعني ما معنى يزول في النبي صلى الله عليه وسلم؟ معنى الثناء عليه لان الله اثنى على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الاعلى. اولي صلاه ذيوث من معنى مخلف ان الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة لفظ مشترك، خطر كلمة الصلاة دي تعرف أصلها الدعاء، الدعاء الظل في الناس دعو ياس، ولكن كني ذي المصطلح الشرعي ذي الحقيقة الشرعية كلمة الصلاة تنصرف إن صلاة، هذه الصلاة المعروفة نغلا صفي صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم، ده شوت ثناء، وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم، ده شوت فهم خطر قبل إن الله وملائكته يصلون على النبي، دعاء صلاة الملائكة على النبي دعاء، ألكني صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم استغفار، صلاة الله على النبي ثناء، وصلاة الملائكة على النبي دعاء، وصلاة الناس العباد المؤمنين على النبي استغفار. إذن أول ذيون المعنى ماشي ذيون، وإذن هذه موجودة أذن في التسبيح، موجودة في أمور كثيرة، وقيل يجوز في النفي لا في الإثبات، لا للإثبات، هذا وقيل المذهب الثالث. ما نمشي بدي المباحث يدي سدون ما دنغلغ المعنى يجي أنظر أمشي يخدم مثلا الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، هذا قد فتح قوس مهم جدا، الكتاب مزوار ويدي فغن ذي الأصول اسمس الرسالة، وطبعا ذنت سياكو إذا مزوار الإمام الشافعي فلسي عفو يرحم ذنت سا إذا مزوار يسوف هذا الكتاب، ولكن ما تشي المعنى يس الصحافة ونستخدم نار استخدم، ولكن أماكن تزرام العلماء يستنتد بعد اسمي يعني في القرن الثاني الهجري خاصة في أواخر القرن الثاني الهجري وما بعده ظهرت العلوم، العلوم المختلفة سواء في العلوم القرآن علم علوم الأصول علم الأصول علوم الأصول علم الأصول علوم الحديث كل علوم ماجية فغنتد أم بعد هي علوم ضابطة. أما كنت اللغة العربية العربي القديم بالسليقة يتحدث اللغة العربية فصيحة ولا يحتاج إلى علوم الآلة في اللغة العربية لا في النحو ولا في الصرف إسنيت، ولكن من بعد العلماء علماء اللغة ضبطوها ضبطوها بالقواعد قواعد اللغة، ولكن ذي الشريعة أيضا من غلط الأصول سمحتي الإمام الشافعي يغرى القرآن يغرى السنة من بعد يفكي يغيد القواعد سد سفغ الأحكام يفذر هذا كثير مسلقي أما ذي الاشتراك أما ذي اللفظ الخاص أما ذي اللفظ العام إلى آخره، وكذلك ابن الحاجب في مختصره وكذلك في كتاب المستصفى وكذلك في كتاب الورقات للإمام الجويني أيضا من الكتب المهمة وكذلك كتاب جمع الجوامع وغيرها من الكتب. مسألة الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء. اللغة العربية نهضرد فيما سبق هل اللغة توقيفية أم اللغة شو الإشكال دي نشرح اللغة يجي نغ هي اللي هي مكتسبة تواضع عليها الناس نكوني إغرس نسموه قي الحيض إسكوذ نكوني قي مستفهم ناس نسمي الحيض نغ دوريجين كان إلا تقول لغ النغ وعلم وعلم آدم الأسماء كلها يخي الظلم تمثال هل ترضى ربي سبحانه ذنتك حفظناك ويمسلين لا الترمينولوجي المصطلحات كلها يا آدم أم بعد نكوني نفاثنت اللانت يعني ما تشيذ نكوني قمس فهم فلاسنت نغ نكوني قمس فهم فلاسنت نمس فهم وقاس نسمي الأورديناتور الأورديناتور وقاس نسميه أبورتابل أبورتابل وقاس نسميه الراديو وقاس نسميه الكاس وقاس نسميه البحر وقاس نسميه إلى آخره. إن ده الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء بعد شو دينا وهي لغوية وعرفية وشرعية، ده شو المقصود؟
مرديني لغوية، الحقيقة اللغوية كل كلمة يراد بها معناها لغة ابتداء. البحر ذ البحر مفهوم، أذرر ذ أذرر نمس فهم. وقيل الحقيقة أنروح المجاز أدن السفغة ذاكي ما سيض الفلاني الله يبارك ذ أذرر شو المعنى يس؟ إما القوة، إما استقرار والثبات لا ستابيليتي، إما الشموخ يعني علي الشاني سم ذرار ولا مشحل صافي زما سي والله هاري ون برغاز ذا ذرار ذا البحر. البحر ما كاين مثلا ابن عباس بحر ذا البحر، ماشي ذا البحر ذاك مجاز، المعنى ذا البحر ذي العلوم مفهوم، ذي العلم ذا البحر الفلاني ذا البحر كان قرا ولا ذا البحر ذي ثموسني صافي. البحر المعنى يس ذا البحر وين يسعنا ما مدينة البحر يفان فهمي اذا شوف غادي نغ، ولكن ما تلقى الحقيقه الدلاله اللغويه في حقيقتها ان زمد نتفول كيف نستخدم ذي المجاز اشيني الفلاني والله ذا البحر يعني ذي كنسينا احسن من ثابتين لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. شو دخل في البحر شو باش كديني باللي الشعر ينس عميق يغمق 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 ام البحر والزميرنا لا تسلغني في ذون لو كان ولا الفافور دين الفافور في ذون والزميرنا يسلغ البحر ديجا الفيريك ساعنا ما نسواطا صوتي سلوغارا ادجفض ضمان ادفغن دائما زديت سموتو راه دفغن دائما زديت اما شوط بو من قلان اتذكر كان في ذون دون وكال شوط ضمان شوط ذاكال ذا شو ذا المعنى ذاك ذا المجاز مدينا وبحري المعنى الشعري المسفام صافي ثلا الحقيقه اللغويه كل لفظ يطلق للدلالة على معنى لغويا ابتداء أصلا، ولكن قد يستخدم ذلك اللفظ مجازا لا حقيقة مثل ما ذكرنا بعدين. وهي لغوية وعرفية، أي غدينا عرفية الخطر الكلمة اللغوية إزمال تفاصيل معنى يظن على سبت عرفيث. المثال المعروف الدابة، ربي مدينا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. شو المقصود بالدابة؟ كل ما يدب فوق الأرض. أما ذا فنادم ويلحون فاكلك في القاعة فنادم، أما ذا زقر، أما ذا فعوشاكي ذا والطوف، أما وقياك ذا طيازيط وقياك ذا الدواب. اللغة كيدنا إذي العرف لكن سيدي بنادم مش الدابة وزالي غير شو كده وكسان الكورة جا سيني وايض شيني الدابة ويسيف كان معنى وايض تعرفي الدابة معناها هندا يروح ذي العرفة هندا يروح زيلة وزميرة تعرفي سيف كان لو سونس هاكي وما تدي تعرف دي اللغة الدابة دابة ياك الدواء بكو نعم السماء السمك بارك الله فيك السمك اللحم 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 نكوني ذي القرآن ذي اللغة اللحم كيف كيف ذاك سمو يزيد ذاك سمو نلحوث ناخذك سم بزقر ذاك سم تستخرجون منه لحما طريا يعني الحوث او كذوالين ديال البحر ياك اسمي صربي اللحم اذا تعرفي اللحم ذا شوث
لو كان كديوي ولا كسوما يازل سينض ثني ضيد اللحم لو كان كديوي الحوت نغ السردين سينض كي كان ثني ضيد اللحم وفيه غد السردين صافي ذي اللغة ذي العرف اللغة يسعى المعنى ذي تعرف يسعى المعنى النظام كلمة الولد ايش المعنى اللي تعرفت ذا مشترك ذكر وانثى ذكر وانثى اقشيش نثقشيش اذا تعرفيت اقشيش اسيك ديني عندي زوج اولاد واربع بنات انت سمر ماما ديني ست بنات ست اولاد يعني الدريه ست الدريه ابار ديتاي ديال القران ربي نادي يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ذي الميراث ولوالديه السدس مما ترك ان كان له ولد ولد اما الذكر اما الانثى بالصلاه في الحديث مروا اولادكم بالصلاه اولادكم ماشي كان الراش الراش الظل ما تيقشيش الظل تاع خاطي يعني صافي المعنى وسيف كان معنى ذاك تعرفيه ذي المدينه وهي لغوية وعرفية أم بعد وشرعية وشرعية الشرعية ما ردي نض مثلا صلى صلى تظلي صلى معنى الدعاء ولكن غور الشرعية في كيس المعنى النظام تظلي اللي هي تبدا الحركات معروفه تبدا بتكبيره الاحرام وتنتهي بالتسليم تسقي تصلي وسيف كان المعنى كي ذي الشرع ما ديض مثلا صوم صوم صام معنى امسك يزو يوزن الثوال يسوسم يوزن في القوث يوزن ثمن يوزن ولكن الشرع في كيس المعنى وايض ما ردي الصوم المعنى يس إيفان لغة وشرعا لغة وشرعا مردين تعرف حجة حجة المعنى قصادة يتعرف ذو قيل المعنى يس إيه الشرعة شو المعنى حجة يعني يروح دي حج يعني حجد يعني بيد الركن ويس خمسة اللي هو الحج صفويس يفكر المعنى يجي ذي الشرعة لذلك هناك إشكال آخر أيضا يقول كاترى الشريعة نقلت هذه المصطلحات نقلا من اللغة إلى الشرع أم أصلا الشريعة سمت هذه بأسم بهذه الأسماء ابتداء إما على سبيل الابتداء على وجه النقل فكذا مسألة أخرى خلافية إذن الحقيقة لفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء وهي لغوية وعرفية وشرعية إلى أن يقول ونفى قوم إمكان الشرعية تجي صرخ إلى بين العلماء ونفى قوم المذهب الأول نفي الإمكان العقلي والقاضي وابن القشيري يند وقوعها معنى نفي الوقوع الشرعي أمزور نفي الوقوع الإمكان العقلي والسن المذهب الثاني نفي الوقوع الشرعي وقال قوم وقعت مطلقا بمعنى المذهب الثالث باللي الألفاظ الشرعية مستقلة عن اللغة هذا شو الإشكالية لدي لأنه قد ينام المصطلحات يقول السلام الصوم زكاة كلمة زكاة زكاة المعنى يس من النمو زكاة نما زكى صفى من النقاء من التصفية لذلك الزكاة خذ من أموالهم صدقة تقول المقصود صدقة معناه زكاة في سورة التوبة الآية 60 إنما الصدقات يعني الزكوات والإمام الآمدي إنّ اختلاف في اللفظ وتوافق في المعنى أسمي الدم الزكاة الآية 110 من سورة البقرة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
ذاغذي سورة المعارج الآية 24-25 والذين في أموالهم حق يند حق ودينا زكاة دارو كي استقبلت نقاص الحق ربي مالي السفر العشور أسين الحق ربي حق الآية 24-25 من سورة المعارج والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والآية 60 من سورة التوبة إنما الصدقات الفقراء والمساكين إلى آخر الآية 60. إناد الإمام الآمدي صاحب الإحكام في أصول الإحكام إناد اختلاف في الألفاظ وتوافق في المعنى. أما دين الصدقة غادي الزكاة غادي الحق المعنى ذيون الزكاة المفروضة، ولكن في اللغة العربية يعني صح معنى الزكاة معنى التطهير معنى النمو. لذلك بدينا ربي يخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، معنى سدي يزدي الرزق سدي يزدي وذي النرني وجوك المعاني تاع الزكاة. لذلك لان العلماء ديننا الشريعة نقلت أولا أصلا إلا صلاة زكاة صدقات صوم حج في كذاكية كلها في اللغة، هذا مذهب أول. الشريعة نقلتها من اللغة إلى المصطلح الشرعي فصارت هذه المصطلحات الشرعية معروفة عند الناس بمعانيها الشرعية. أكنا دين الزكاة المخلغان داري روح غل الركن الركن وس وسين وثلاثة، حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس لا إله محمد رسول بعدين تظلي في قمصات وإيتاء الزكاة، مدين الصوم الركن وس أربعة، مدين الحج الركن وس خمسة، نمسفهم. ولكن هناك قوم آخرون قرنا لا، هذه المصطلحات في أصلها مصطلحات شرعية أي غير خطر سند القرآن والسنة والسلام، ولكن يوم بعد يساد التوافق بين الشرع واللغة وخلاص ذلك مسألة أيضا لغوية. بعدين والمجاز اللفظ المستعمل بوضع ثان، المجاز اللي هو خلاف الحقيقة، إن معنى الحقيقة في وضع أول والمجاز في وضع ثاني لعلاقة، المقصود بهذا الكلام لعلاقة بين الحقيقة والمجاز والزميرانة أذي لذيون موضوع الحقيقة والمجاز سوى مثل العلاقة هي رسم. أما كدين عمر أسد، عمر ذي زم ذي شو العلاقة ذي الكوراج الشجاعة، مرد فلان مثلا بحر ذي شو العلاقة ذي العمق، مرد فلان ذي ذرار جبل المعنى يسد الشموخ نغض الثبات إلى آخره. المدينة العدول في مسألة العدول من الحقيقة إلى المجاز. أصلا لماذا يكون العدول من الحقيقة إلى المجاز؟ أي غير تجرك الألفاظ في حقيقتها أشو ديننا إليش وإنما يعدل إليه يعني يعدل من الحقيقة إلى المجاز لثقل الحقيقة في كوال الزيف في ذت نغر الزيف وتدن قرارة ضريانا وغضريانا في كوال أتسيري في ذت الزيف ونزميرا تدنيني إذ غن روح أدنيني قرن ستقباليث سلمعنا تفضي ماني فذك يماك كشيني ذميث سم ثوالا ديون ديك سن يغلظ سال الكوراج السند يزمر السند ميثيكوال واستقرارا في السني اشو الدين ذاكي اللي ثقل الحقيقه الزيث في ذات ثيكوال الرزيث في ذات اللجوء هاي غادي غاكا اتصف دي القران والسنه الا وندا لمت الايات والاحاديث ربي سبحانه دي قرا الحقيقه ديوس المجاز صافي المجاز واقع أليس كذلك؟ من كان في هذه الدنيا أعمى وفي الآخرة أعمى وأضل سبيلا أعمى
هل المقصود اعمى معنوري تواليا الغشي تولي انسان يزري بارك الله فيه ماشي المعنى يسعى عمل بصر خاطئ عمل بصيره في الايه في سوره الفرقان ملي يهضر سبحانه كالانعام بل هم اضل معناه يسعى للن وتولي راه يسعى العقل ويتحزي بها ويتخمي مالا يغال فبالتالي إذن ربي سبحانه يستخدم احيانا المجاز لماذا؟ لثقل الحقيقه الزيف نغر زيف صافي ذي الحقيقه ثله والمجاز لا ان وانما هكذا يقول المصنف وانما يعدل اليه اي من الحقيقة إلى المجاز لثقل الحقيقة أو بشاعتها ثقلتي لي حاجة بشعة يعني سوحاش وتدن قرارة أتدنني سلمجاز أو جهلها أو بلاغته أحيانا المجاز أبلغ من الحقيقة صافي كنتي قال لك لا انت سمحتي لي ثقبايليث يثقبايليث مرسيني الشري يغلب تفاوت اش تفهم الشري يغلب تفاوت مر ذي الحقيقه معنى افرنساكي شري يشري ثيو التفاوت مشطوحث صافي متزقارة لا يمكن ترقيعه صافي تجد الحقيقة الشري يغلب تفاوت خطر تفاوت ثبان مية ولاقي في كوال أتنسخد ذي الحقيقة في كوال أتنسخد ذي المجاز الشري يغلب تفاوت أولا قد النظر ذي لسير كونستانسي الظروف ني تقصدين النظر تقصد الحقيقة نغلا جماعة الخير مرستي رضا يتسفانو سيكنا استكاف ايه ايجر نصافا معقول ذاكي ايجر نصافا ايجر نسيت شو ذي ايجر صافا نسنيت معقول نسنيت مي شو تقصد دارا ايجر تقصد فين نظام سين روحنا لفرنسا ايون يبضر ذين يطف ذي الدينيس يشقي عند الكنزة الكنزة يسقرن زي شيخ الكنزة ذن عمار بارك الله فيك ذن عمار الخير الرفاح إوا يظن يظن بلا من يغد يجح أسين ضيه يجر نصف معقول يتفنو سيك نستكاث ذاكي وسنظر غايا مجاح خطا سنظر مجاح بلاك ديجا بالك مالا ذيك ما نغذيك ماك بالك واش تقبل راه يما شنو يما فهمت قرار في ميا مجاحة صافي رزيث في ذات ساعديت كنكا سلمج ساعد الغلا الميساج يبضون هي نصاب مفهوم المسألة كيف فقيت الشم يكذي معنى المجاز لأن مدينا وإنما يعدل إلى إليه أي المجاز لثقل الحقيقة أو بشاعتها أو جهلها أو بلاغته بلاغته المعنى يسأل هذا تعود على المجاز أحيانا المجاز أبلغ من الحقيقة المجاز أبلغ من الحقيقة أو شهرته في كل شهرني اكتواسن أدغاد أدفغكني أو غير ذلك يعني ند لنت ربما أسباب أخرى وانت دينا راه نسينا دوك تيكاداكي ديجا الله يبارك نعطي شو دينا المجاز وليس غالبا على اللغات يعني ابن السبكي اتخذ انتصر لرأي للرأي الذي يقول المجاز ليس هو الغالب في اللغة يعني بمفهوم مخالفة الحقيقة هي الغالبة المجاز ليس غالبا أو بمعنى آخر الحقيقة هي الأصل والمجاز هو الاستثناء وقي ذا والدنا
نغرى اللي تبناه تاج الدين السبكي ميخدم للمقابل. ولكن إناد خلافا لابن جني، ابن جني دي اسمي سيدة واليس صاحب كتاب الخصائص. ابن جني دي قار لا لا، المجاز أكثر من الحقيقة. نسو دينا ركا إيش قاعد كان المساج إناد خلافا لابن جني، معنى كوني أنفهم باللي ابن جني انتصر للرأي الذي يقول أن المجاز أكثر من الحقيقة، إلى أن يقول في الأخير كامل يهضر الخاتمة يعني المقطع أن المجاز لا يدخل في الحروف. الحروف ولا شيء اسم المجاز؟ الحروف ألف باء ولا شيء اسم المجاز؟ ممكن تتعدد معاني الحروف نعم، ولكن لا مجاز فيها. مدينة ربي وامسحوا برؤوسكم الباء سعى معنى التبعيض، بعض الرأس يجزي لكني ما تاخذ اللوز خذ مضاكا أكا من مقدمة الرأس يعني أن ديلا بداية الشعر منبت الشعر في العادة إلى نهايته إلى القفا، هكذا فرض وهكذا سنة ما دور لك السنة. ولكن عند غير المالكية عملا بالبياجية والآية ومسحوا برؤوسكم الباء تفيد التبعيض نغل الإلصاق، بعض الرأس يجزي أتخلم شوتك وشبو به يكفي وقره يكفي ما شبه خلص. إذن ولكن الحرف حرف ما راكين يخشت الباء إذن باء بحيث وكتاب جمس مخلفة ثم مثل لغة الصين سترومي بي تكتب بي، ولكن ما دين استعرف باء تكتب كما باء واستقبيل زيه قرن تعرف تعرف استقبيلي الباء ينقض سودا أمشي كان الشيخ عبدلاوي التاء سنة السفلة التاء اللي فور نقضارة باء سودا التاء سنة السفلة الثاء ثلاثة سفلة بعدين الجيم يو سودا الحاء ورين قضارة الخاء يوسف لا قارن تعرف سقبيلي عادي. إذن إنك المجاز لا يدخل يجي خلاصة بين ديننا في ديني في شكل معاني المجاز لا يدخل لا في الحروف ولا الأفعال ولا الأعلام، أعلام أيضا لا يدخل فيها المجاز. من بعد في الأخير أشو ديننا ختم يعني هذه المسألة ببيان علامات المجاز افكرت مجموعة من العلامات. من هذه العلامات يهضر في القرينة، من هذه العلامات صحة النفي، من هذه العلامات الإطلاق على المستحيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.